صباح الخير يا رشا. يسعد صباحك يا هادي. كيفك اليوم؟ انا منيحه، انت كيفك؟ الحمد لله تمام. بلشنا هيك بيولي المطرات يعني بشكل مفاجئ من امبارح واليوم. صحيح. دائما بنقول الله يبعث الخير وان شاء الله هذا المطر يكون يغسل ارواحنا وقلوبنا. اليوم نهار السبت، بدايه اسبوع جديده وبدايه شهر جديد، يا رب يحمل الخير الصحه والسلامه الرزق الكريم وجبران الخاطر لكل الناس. مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعاده ضيوفنا من مجالات مختلفه، وحنكون ضمن بعض التقارير من المحافظات السوريه. اكيد يا رشا، ان شاء الله كل الدفا والمحبه لقلوبكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. بدايه نهار جديد واسبوع جديد واكيد شهر جديد، بنتمنى يا رب يكون حامل معه كل الشغلات الحلوه وكل الاماني الطيبه لكم، واكيد مجموعه من المعلومات ومجموعه من الافكار رح تكون موجوده ضمن صباحنا غير لليوم، رح نتعرف عليها ولكن بعد الفاصل. وبأولى فقراتنا لليوم هادي رح نروح لنحكي عن التنمية المستدامة، وإذا بدنا نروح لتعريفها فهي دعوة عالمية للقضاء على الفقر وصون الأرض وتحسين المعيشة في كل مكان، وقد تبنت كافة الأعضاء في الأمم المتحدة هذه الأهداف السبعة في عام 2015، وتم وصفها بجزء من جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030 الذي حدد خطة عمله ب 15 سنة لتحقيق هاي الأهداف. أكيد طبعا مشاهدينا عم نحكي عن مصطلح كتير مهم، بنسمع عنه كتير وله أثر كتير كبير بحياتنا بكتير من القطاعات. اليوم رح نتعرف على أساليب التنمية المستدامة والأهداف، وهل ممكن أنه إحنا نحول التنمية المستدامة لأسلوب حياة ممكن نتعامل فيه؟ تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنه ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، ريما طليعة الباحثة بالقضايا الاقتصادية والتنمية المستدامة. صباح الخير. صباح اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم يا رب بكل خير وبدايه شهر مبارك على الجميع. امين يا رب. يسعد صباحك ست ريما، اهلا وسهلا بحضرتك. عم نحكي عن مفهوم جدا واسع ومفهوم عالمي، خلينا هيك من خلال دراستك نعرفه كمفهوم. مفهوم التنميه المستدامه هو النسخه المعدله والصحيه والصحيحه من مفهوم التنميه المعروف. طبعا إذا بدنا نعرفه، أيوة. هو الذي يسعى لتأمين، هو مجموعة استثمارات تسعى لتأمين احتياجات الأفراد في المجتمع مع الحفاظ على حقوق الأفراد والأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، وأيضا مع الحفاظ على صحة البيئة والطبيعة. تمام، قبل ما نذكر الأهداف اليوم للتنمية المستدامة خلينا نخبر المشاهدين عن أهم أسس التنمية المستدامة الموجودة اليوم. هلأ إذا بدنا نحكي عن الأسس بالتنمية المستدامة، أنا عندي ثلاث عناصر أساسية. تمام. يلي هي النمو الاقتصادي، تفعيل الدور المجتمعي، وأيضا حماية البيئة. نحن إذا بدنا نميز ما بين التنمية المستدامة والتنمية، القرن السابق كنا كثير نحكي تنمية تنمية، كانت تركز جهودها على النمو الاقتصادي لتلبية حاجات المجتمع بغض النظر عن هذا النمو إذا كان بده يؤدي لأذى بالبيئة بالطبيعة، إذا كان رح يترك مجال يعني موارد للأجيال القادمة أو لا. إجت التنمية المستدامة لتصحح مسار التنمية بحيث انه تاخذ بعين الاعتبار انه النمو الاقتصادي كثير مهم، لكن نحن لازم ناخذ اول شيء تفعيل الدور المجتمعي بهذا النمو، يعني هو مسؤوليه كل الاطراف الموجوده بالمجتمع. ثاني شيء حمايه البيئه، لانه اليوم نحن لما بدنا نتعامل مع البيئه بالشكل الصحيح، اذا نحن رح نحافظ على الموارد اللي بهيدي البيئه بدون هدر للاجيال القادمه، بما يحقق طبعا أهداف التنمية المستدامة. يعني إذا بدنا نعددها نحن لأهداف التنمية المستدامة بشكل سريع، هنا طبعا هنن 17 هدف حددتهم الأمم المتحدة، يفترض يكونوا محققين بكل العالم بعام 2030، لكن حتى اليوم لم يحققوا بالكامل لظروف عديدة في العالم. رح نعدد نحن بشكل يعني سريع ومختصر أهمهم. الأهداف هنا القضاء على الفقر والجوع، تعليم صحي، حياة صحية، نقل مستدام، مدن مستدامة، تفكير مؤسساتي، تشاركية مجتمعية، تمكين المرأة وريادة الأعمال، الاقتصاد الدائري والاستهلاك الأخلاقي، والعديد العديد من المزايا اللي هي والأهداف اللي هي مسؤولية كل فرد فينا
بهذه الحياة. طيب في يعني اليوم نحن بال 2024 هل تم خلينا نقول تحقيق بعض هي الأهداف يعني أو لا لسه ما؟ عزيزتي تحقق من 17 هدف على مستوى العالم 11 هدف. حلو. لكن سؤال، هل سنستطيع نحن إنه نحقق هي ال 17 هدف لل 2030 من هون ل 2030 بظل تغيرات المناخ، بظل مثلا حروب، بظل انه ما في وعي مجتمعي حقيقة للتنمية المستدامة؟ لهيك انا اكدت لك يعني من شوي انه كل افراد المجتمع هن المعنيين بالتنمية المستدامة. تمام، خلينا نحكي بعد سنوات الحرب اللي مرت علينا اكيد اللي خلفت اثر جدا كبير، اليوم خلينا نحكي عن اهمية التنمية المستدامة بهيدا الوقت وما بعد الحرب، شو اهميتها؟ بتشكرك على هذا السؤال طبعا، لانه كثير كثير مهم اليوم نحن لما بدنا نحكي عن التنمية المستدامة نفكر بالحروب بالعالم اجمع وسوريا على وجه الخصوص ولبنان وفلسطين. خلينا طالما نحن عم نحكي عن الحرب والتنمية المستدامة من منبر هالقناة ومن أرض الجمهورية العربية السورية، خلينا نحكي شوي نحن عن سوريا ما قبل 2011 واليوم. نعم. أنا من وجهة نظري بشوف إنه سوريا كانت ماشية مراحل جدا متقدمة بالتنمية المستدامة وحققت نقلة نوعية، يعني نحن كنا بلد مكتفي ذاتيا، بلد تعليم مجاني، طبابة بالمشافي الحكومية مجاني، الخبز شبه مجاني. أيضا حققت سوريا نقلة نوعية بالاقتصاد لا سيما الزراعي، خلينا يعني على وجه الخصوص ما بين عام 2007 و 2010 ارتفعت النسبة أكثر من 40% بقطاع الزراعة، ولهذا يعني نقطة خاصة أنه الزراعة هي دور هام جدا بموضوع الأمن الغذائي اللي اليوم كل العالم عم يسعى له. وأهم أهداف التنمية المستدامة هو القضاء على الجوع والفقر وتلبية احتياجات المجتمع من الغذاء. إذا نحن إذا بنحكي كسوريا كانت قاطعة شوط كتير كبير بالتنمية المستدامة، لكن اجت هاي الحرب دمرت ما دمرت من البنى التحتية، أخرت كتير ظروف العالم، انعكس بشكل سلبي على مجال الصحة، على مجال التعليم، على يعني كل مناحي الحياة. يعني صار اليوم المواطن عوض ما انه هو او نسعى ككل باتجاه يعني الرفاهية اللي بتحققها التنمية المستدامة، نحن اليوم صار المواطن بده الحاجات الأساسية، المسكن، المأكل، ويوميا وبشكل يومي هو بده يشتغل لحتى يأمن مدخوله ويأمن حاجاته الأساسية. هذا بالنسبة لنا وكنا قاطعين شوط بالتنمية المستدامة، ما بالك دول تانية لسه هي ما أنجزت شيء ولسات الحروب مثلا يعني ما عم بيتم البت فيها أو النظر فيها عالميا بشكل قطعي. يعني اليوم إذا بدنا تنمية مستدامة تتحقق أهدافها بشكل كامل بالعالم أجمع لابد من إيقاف الحروب، يعني وكتير ضروري هذا الموضوع. حتى بأهدافها بالهدف 11 أكدت على المدن المستدامة وأهمية البنى التحتية، بالهدف 16 أكدت على ضرورة التعايش السلمي في المجتمعات ويعني وفض النزاعات لما في ذلك من تأثير سلبي على الأفراد وعلى الشعوب مجتمعة، ولا سيما أنها تحتاج لبنائها واستمراريتها إلى مبادرات عديدة. يعني أنا اليوم إذا بدي أحكي شوي شو في ينفذ أنا تنمية مستدامة بالمجتمع، أنا عندي العديد من المبادرات، عندك مبادرات التحول الرقمي أين نحن منها، عندك مبادرات تمكين المرأة وريادة الأعمال، عندك مبادرات المساواة بين الجنسين، عندك مبادرات لمشاريع استثمارية ذات طابع اجتماعي، عندنا مبادرة كتير هامة اللي هي تفعيل قسم الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية في كافة القطاعات الخاص والحكومة والقطاع الثالث لا سيما إدارة الموارد البشرية الخضراء، يعني وهي اليوم تتوازى ولا تقل أهمية وبتمشي بالتوازي مع المفاهيم التنموية المستدامة. يعني كتير نحن عنا حقيقة مفاهيم، يعني إذا بدنا نحكي عن كل مبادرة بشكل منفرد بدنا كتير من الوقت يعني أكثر. فأنا رح
اقتصر بهاي رؤوس الأقلام. طيب ست ريما ذكرتي نقطة وهي نقطة جدا مهمة، وهي انه نحن قلتي حضرتك نحن بيلزمنا ثقافة الوعي اكثر لموضوع التنمية والموضوع نحن كيف قادرين نحوله لسلوك بشري. طيب من خلال تجربتك نحن كيف قادرين نحوله لسلوك بشري وكيف؟ مثل ما ذكرت لك اهم هدف التنمية المستدامة هو تأمين حاجات الغذاء يعني بالدرجة الأولى للمجتمع، ثم القضاء على الفقر والجوع، ثم تأتي المراحل الثانية. إذا أنا طالما عم بحكي عن الغذاء معناته أنا هلا خليني أحكي يعني نحكي للمشاهدين بالتفصيل الممل كيف نحن كل حدا فينا مسؤول عن التنمية المستدامة. هون النقطة المهمة إنه يكون عادي من عاداتنا اليومية. تماما، يعني هلا يمكن رح يتفاجئوا المشاهدين إنه التنمية المستدامة مسؤول عنا الطفل الرضيع، يعني بدءا من الطفل الرضيع وصولا لأعلى درجات مسؤولية. كيف التنمية المستدامة عجلة ودورة اقتصادية متكاملة. نعم. ما فينا نفصلها عن بعضها نهائيا، يعني الأفراد والاقتصاد والبيئة هن يعني بشكل كل متكامل. هلا خلينا نرجع شلون أصغر طفل بالمجتمع مسؤول عن التنمية المستدامة. اليوم كثير الأمهات تركوا الرضاعة الطبيعية. اليوم الرضاعة الطبيعية على الأقل لمدة سنة بتساهم ببناء مناعة قوية وسليمة للإنسان والابتعاد شوي عن الحليب الصناعي مجفف. تماما. ليش نحن هاي أول خطوة بالتنمية المستدامة؟ وخلينا شوي نحكي بالتفصيل ممل بس لحتى تصير الفكرة أوضح بالنسبة للمشاهدين. بس الطفل أخذ الرضاعة الطبيعية صار عنده مناعة بالمراحل المتقدمة من الحياة، هو راح يبتعد عن الأدوية وهي الصناعات، جسمه حيكون أقوى وبنفس الوقت راح يخف الضغط شوي على قطاع صناعة الأدوية والكيماويات، بنفس الوقت يخف الضغط على صناعة الحليب للسنوات الأولى، وهذا ضروري لاستدامة الصحة واستدامة صناعة الأغذية للأطفال. حننتقل أنا بشكل سريع أستعرض، حننتقل للأسرة والأب والأم، شو دورهم بتفعيل التنمية المستدامة عند الأبناء؟ يعني اليوم كتير ضروري نحن نعود الأبناء على الطاقة، يعني الضوء اللي جاي من الطاقة الشمسية، هذا اللمبة داي بنحط على المكتب، أنا يكون عندي يا يستخدم الطاقة البديلة وليس الكهرباء. وفي حال إذ يعني الطفل ما عنده ناس معه بالغرفة ما في داعي إنارة الغرفة كاملة، أنا بكتفي بإضاءة الطاولة. نفس الوقت أنا إذا بدي أطلع أشتري مثلا فواكه خضرة كذا، في عنا أكياس قماشية بتم تصنيعها أو حتى صارت تباع بالمكتبات، حتى الدراسة لازم تتم على الكمبيوتر وابتعد عن الاستخدامات الورقية. أيضا أنا أمشي مثلا على الدراجة الهوائية بدل ما أنا أستخدم السيارة أو المواصلات أو العودة للطبيعة. يعني العودة للطبيعة. أنا حأنتقل هلأ عند الموظفين مثل ما ذكرت لك بشكل مختصر تفعيل قسم إدارة الموارد البشرية الخضراء. رح ننتقل شوي للمهندسين والمخططين للمدن. خلينا نحن نبدأ نبني أو نعيد تخطيط المدن على أساس مدن مستدامة ونقل مستدام، يعني عندنا شوارع للمشي، شوارع للدراجات الهوائية، شوارع للسيارات وما إلى ذلك، حتى الإنارات الطرقية تكون عبر الطاقات البديلة اللي تستخدم شمس الهواء المياه. إذا بدنا ننتقل هلأ كمان شوي أنا عم بطلع درجة درجة مثلا ل التجار والصناعيين شو دورهم بالتنمية المستدامة. أهم خطوة ممكن يعملوها اليوم لا سيما بعد سنوات الحرب هي تفعيل الاقتصاد الدائري، واللي اليوم كتير دول متقدمة تعتمد عليه لأنه يمنع الهدر ويخفف شوي من تكاليف الإنتاج والصناعة. يعني باختصار شديد لازم نشتغل كلنا قطاع حكومي وخاص وقطاع ثالث، يعني قطاع مجتمعي بدءا من أقل عمر لأكبر عمر حتى نحن نساهم بمنظومة التنمية المستدامة. أكيد. يعني بالختام فهمنا من حضرتك أن اليوم الكل شريك بتحقيق التنمية المستدامة. طبعا. مؤسسات القطاعات والحكومات. فأكيد نشكرك كثير على كل الموضوع اللي قدمتيه لليوم والأفكار. كنت معنا ريما طليعة الباحثة في القضايا الاقتصادية والتنمية المستدامة. شكرا لك رشا. يمكن سمعنا أنه اليوم رح يبلش في منخفض جوي. شفنا تماماً. عم نبلش يمكن نلتمس هيدا الشيء حتى نعرف أكثر تفاصيل عن الموضوع. صار معنا أكيد كل سبت اتصال هاتفي مع المتنبئ الجوي حسان الجردي. صباح الخير أستاذ.
صباح الخير، صباحك يا هلا. يسعد صباحك. خبرنا استاذ بدايه عن المنخفض الجوي اكثر، تفاصيل عنه ودرجات الحراره المتوقعه في محافظتنا السوريه والايام القادمه. شكرا عينيك، صباح الخير من جديد لك لسمعتك الاخباريه لفريق العمل. هلا بشكل عام، اول حاله عدم استقرار اثرت على المناطق الجنوبيه والجنوبيه الشرقيه لهيدا الموسم، بلشت من نهار الاربعاء بالليل وادت الى هطولات مطريه ميزت بالعشوائيه، والتوزع الجغرافي كان لها عشوائي بدوس، اتصفت بالغزاره ببعض الاحيان، هطلت باجزاء من المنطقه الشماليه والجنوبيه والجنوبيه الشرقيه. هيدي الحاله اللي نحن تاثرنا فيها من الاربعاء المساء راح يكون عليها استقرار مؤقت على ليله امبارح، تجدد اليوم الصبح، واليوم الصبحيات مع ساعات الفجر الاولى كان في هطولات مطريه بالاجزاء الغربيه من محيط العاصمه دمشق، منطقه كناكر وساسع، كانت الهطولات نوعا ما مقبوله. بشكل عام يعني راح تكون الاجواء لليوم حتى ساعات الظهر اسواء غائمه جزئيا. بشكل عام الغيوم راح تزداد كميتها مع ساعات بعض الظهر، والفعاليه راح تتجدد من اليوم، وراح يكون هذا المنخفض الجوي اللي عم ياثر علينا من الجنوب والمترافق بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا يؤدي الى حاله من عدم الاستقرار جديده تكون ذروتها من اليوم الظهر وتستمر حتى ساعات مساء نهار بكره. الهطولات راح تكون غزيرة وعشوائية الحدوث ومترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد ببعض الأحيان. بتبلش بشكل مبدئي الهطولات بعد الظهر من المناطق الجنوبية والغربية، ومع ساعات المساء والليل بتمتد إلى أغلب المناطق نتيجة غزارة الهطول المطري. بنحذر من تشكل السيول بالوديان بالمنحدرات بالأماكن المنخفضة. في انخفاض على درجات الحرارة اليوم، درجات الحرارة بتكون حول المعدل أو أعلى من معدلاتها بقليل مثل هذه الفترة من السنة، والرياح بشكل عام عم تكون شرقية لشمالية شرقية بمنطقة الجزيرة، بينما تكون شرقية إلى جنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات عم تكون سرعة الهبات ببعض الأحيان 40 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الجنوبية والوسطى والساحلية. هلأ بشكل عام لنهار بكرة بتستمر ذروة الفعالية الجوية اللي عم نحكي عنها، وبظل الهطولات المطرية متميزة وغزيرة ومترافقة بالعواصف الرعدية وحبات البرد وبأماكن متفرقة من البلاد. أكثر الأماكن حظا بالغزارة ليوم السبت خلال ساعات المساء والليل راح تكون المنطقة الجنوبية والقلمون بالدرجة الأولى، بيجي بعدها المنطقة الوسطى حمص وحما والغاب، آخر شيء راح تكون الغزارة خلال اليوم هي المنطقة الشرقية. نهار بكرة راح تكون الأكثر مناطق هطولا وغزارة منطقة الجزيرة والقلمون والأجزاء من المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى، تحديدا الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. هلأ بشكل عام خلال الليل رح تتحول الأجواء إلى أجواء باردة نتيجة الانخفاض بدرجات الحرارة ونتيجة هيدي الفعالية الجوية اللي عم نعيشها. بنحذر من الانخفاض على درجات الحرارة خاصة درجات الحرارة الصغرى اللي عم تكون مع ساعات التبريد الأعظم بالليل، وبتحول الأجواء إلى أجواء باردة خاصة بالمرتفعات الجبلية، ومن تشكل السيول بسبب غزارة الهطول المطري بالمناطق المنخفضة والوديان والمنحدرات. هلأ بشكل عام البحر عم يكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، حالة عدم استقرار تستمر معنا حتى منتصف هيدا الأسبوع، بتأدي إلى هطولات مطرية مثل ما ذكرت بالبداية بالمناطق الجنوبية والغربية وبتمتد بعدين لأغلب المناطق. الغزارة بالنسبة لنهار السبت راح تكون خلال ساعات المساء والليل، وبتستمر هيدا الذروة حتى ساعات مساء يوم الأحد، بعدين ببلش الاستقرار اعتبارا من يوم الاثنين، وبتبلش درجات الحرارة تميل للارتفاع بشكل طفيف لحتى تكون الأجواء أصبحت أجواء مستقرة مع نهاية هيدا الأسبوع باستثناء المنطقة الساحلية، في احتمال أنه يكون فرص الهطول مستمرة فيها حتى نهاية هيدا الأسبوع ولكن بنسبة قليلة، وتكون الهطولات ببعض الأحيان أكثر غزارة تحديدا بالمرتفعات الساحلية حتى نهاية هيدا الأسبوع نتيجة تأثر المنطقة الساحلية بحالة عدم استقرار جديدة مختلفة تماما عن حالة عدم الاستقرار اللي عم نعيشها هلا. هلا المنطقة الساحلية ضمن هيدي حالة عدم الاستقرار والمنخفض بدنا نشهده لليوم ولبكره، في لها حظ بالهطول المطري ولكن ليس كباقي المناطق والمحافظات الاخرى كالمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية والاجزاء الغربية من المنطقة الوسطى والجزيرة والشرقية. هلا بشكل عام درجات الحرارة لليوم عم تكون بالعاصمة دمشق 21-11، القنيطرة 18-8، القلمون المرتفعات الجبلية 14-7، درعا 22-10، السويداء 18-10، المنطقة الوسطى حمص وحماة 23-18، الحسكة منطقة الجزيرة 25-10، بالساحل السوري اللاذقية وطرطوس
25/14 بالشمال حلب وإدلب 22/9 دير الزور الرقب وكمال المنطقة الشرقية 25/11 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر عام تكون 22/6 إن شاء الله أمطار خير ورحمة على بلدنا الحبيب سوريا ضمن هذه الفعالية الجوية اللي بدنا نشهدها خلال الأيام اللي بدنا نعيشها هلا اليوم وبكرة حتى نهار الاثنين ظهرا. أكيد إن شاء الله كل الخير. بدنا نشكرك كثير الأستاذ حسان الجردي، كنت معنا عبر اتصال هاتفي، ومكملين معكم مشاهدينا وصلنا لفقرتنا التربوية ورح نحكي عن موضوع كثير مهم، ودائما مع بداية العام الدراسي خطط الدراسة لازم تكون موضوعة بشكل كتير تمام عند طلابنا، يعني إذا كان الطالب مبلش بالتزامه جدية أكيد رح تكون النتائج مرضية له والعكس صحيح. لهيك اليوم عنا تفاصيل كتيرة لازم ينتبهوا إلى، إن كان بوقت الدراسة بساعات الدراسة، إن كان باستثمار الوقت المناسب اليوم لهم، وأكيد ما بننسى الدعم المعنوي يلي هنهم بحاجة له إن كان من الأهالي أو حتى المدرسين. يا رشا أكيد يا هايدي اليوم ودائما كل الاختصاصيين بهذا المجال بيركزوا على نقطة تنظيم الوقت، يعني في كتير من الطلاب يجوا لآخر سنة ما نون ملحقين شيء، وهون بتصير الكركبة عند الطالب والأهل. اليوم ضمن فقرتنا الصباحية حنضوي اليوم على أهم الأساليب اللي ممكن يتبعها الطالب والأهالي وكيف هنن قادرين يستثمروا هذا الوقت من دون ما كمان يروح الطالب لنوع من الملل يعني تمام. أيضا اليوم الكادر التدريسي هو النقطة الأهم بهي الحلقة، كتير رح أكون مع أسئلة واستفسارات حجاوبنا عليها ضيفنا لليوم وهو الاختصاصي التربوي الأستاذ إبراهيم الحسين. سعد صباحك أستاذ وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم. أهلا وسهلا فيك وتحية أستاذ. طيبة معطرة تفوح بالمحبة والأمل لكل من يسمعنا أو يشاهدنا. أهلا وسهلا فيك. بداية يمكن لما بنقول خطة دراسية اليوم للطلاب أكيد نحن ما عم نشمل خطة واحدة لأنه نحن اليوم عندنا فروقات فردية ما عم نركز على فئة معينة. بداية كيف ممكن الواحد يدرس بشكل نظامي مع بداية العام الدراسي كرمال هو فعلا يحقق نتائج مرضية؟ تماما، يعني أنت بدأتي بداية صحيحة أنه لا يمكن تعميم خطة واحدة لكل الطلاب بما فيهم من اختلاف للأنماط التعلم مثلا أو الذكاءات المختلفة أو الظروف البيئية أو الأسرية وغير ذلك، لكن أهم شيء في الخطة هو أن نضع الأهداف. يعني عندما يضع الطالب أهدافه نصب عينيه يرسم الآن خطته وفق تحقيق هذه الأهداف. طبعا الخطط أيضا وفق الزمن مختلفة، يعني هناك مثلا خطة يومية وهناك خطة أسبوعية وهناك خطة شهرية وهناك خطة فصلية هناك خطة للعام الدراسي، هذه قد يعني يبنيها الطالب بمفرده أو بمساعدة المدرسين أو بمساعدة الأهل أو غير ذلك وفق ما يتطلبه كما ذكرنا الفروقات التي تحدثنا عنها سابقا. أول شيء في الخطة قلنا الأهداف، يعني عليه أن يرسم الأهداف الحقيقية وأن لا تكون أهدافه ضبابية أو غير واضحة لديه هو قبل، أو مثلا يدخل لنفترض طلاب الشهادات المهم أن أحصل كذا أو المهم أن أنجح، أو يعني يضع أهداف ربما يضع أهدافا أكثر من المستوى المتوقع له. فتحديد الأهداف بدقة هذا أمر جوهري. الأمر الآخر عليه أن ينظم الوقت تنظيما جيدا، وعندما نقول ننظم الوقت فهو يشمل الوقت كاملا، يعني في المدرسة وفي البيت. أحيانا الطالب يهمل وقت المدرسة فيأتي إلى المدرسة لمجرد أداء الدوام الدراسي، أحيانا يعني نرى بعض الطلاب هكذا لأداء الواجب أنه التحق بالمدرسة أو مثلا كان موجودا في هذه الحصص، ولكن هل استثمر كل هذا الوقت؟ هل كان مع المدرسين بتركيز تام؟ هل استفاد منهم في الإجابة عن كل ما يتساءل مثلا أو يدور بذهنه عن، هل استثمر الحصص التي لا يكون فيها مثلا تدريس مباشر، يعني مثلا يمر به حصص فراغ أو حصص لمواد ربما تتفاوت في الأهمية؟ هذا أمر مهم جدا عليه أن يستثمر في المدرسة وفي المنزل. أيضا هناك ملحوظة مهمة جدا قد يقع فيها بعض الطلاب أنهم يهملون بعض المواد، يعني يستسهلونها أو يقولون في وقت لاحق سنعود إليها مثلا، ويركز كل الوقت والجهد على مادتين أو ثلاثة. هذا الأمر سيصنع لديه شرخا،
يعني سيحاول الاستدراك لاحقا ولن يستطيع. أيضا أنا لا يمكن مثلا أن أقول كل جهدي الآن مبذول للرياضيات في المدرسة، مثلا لديه حصتان أو ثلاث حصص للرياضيات، وفي المنزل كل الجهد للرياضيات أو الفيزياء، فهذا يعني ينشئ لديه شيئا من الملل والتعقيد من ربما من هذه المادة ونسيان باقي المواد شيئا فشيئا. يجب عليه أن يسير بخطة متكاملة شاملة لكل المواد. نقطة مهمة أخرى، قد يجد الطالب نفسه ولا سيما في بداية العام قبل أن يتمرن في تنفيذ الخطة يجد مثلا أنه من الصعوبة أن يحمل المواد جميعا بنسبة 100%. لا، نقول له لا يمكن أن نكون 100% بكل المواد، علينا أن نمسك بزمام المواد جميعا ونسير بها دفعة واحدة، يعني لا نرجح مادة على أخرى ولا نأخذ من وقت مادة لأخرى. أنا إذا كنت قد امتلكت 60% 70% من المادة ما يؤهلني للاستمرار في البحوث القادمة من هذه المادة فهذا شيء جميل، ثم يأتينا بعض الأوقات الأخرى التي نرمم بها ما تركناه من ثغرات أو فراغات فنكون قد حملنا المواد جميعا. هذه خطوط عريضة طبعا للخطة التي يضعها الطالب لدراسته. وهي الخطوط العريضة أستاذ كلها بحاجة لتنظيم ولدعم أسروي وأيضا من الكادر التدريسي. اليوم ذكرت نقطة حضرتك أنه عم يصير خلينا نقول بيدرسوا مادة وبيهملوا مادة تانية أو بيقولوا فيما بعد موت الحفظي، وأنا هذا الفخ كنت وقع فيه على فكرة، يعني فأيجي آخر انكسر بالديانة لأنه استسهل أنه المادة أنه هي حفظية وسريعة، وأنا يمكن إذا بلحق نص المادة ممكن أخذ علامة نجاحي. عم يعني بحكي عن الشهادات يعني، بس اليوم إذا بدنا نركز على مادة اللغة العربية هي من المواد نحن ما فينا ما نكون يوميا هي من ضمن برنامجنا الدراسي، يعني في ناس كثير عندها ضعف بهي الماده، نحن كيف قادرين نلزم الطالب بهي انه تصير عاده يوميه من خلال جدول الدراسي؟ تمام، يعني قبل ان نخص اللغه العربيه او اللغه العربيه، يعني عموما كل المواد تحتاج الى شيء من التركيز، حتى ماده التربيه الدينيه لنفترض تهمل لانها لا تدخل في المجموع المفاضله مثلا، ولكن احيانا يتوقف فروق الطلاب الاوائل على اجزاء من درجه في ماده التربيه الدينيه. يعني عموما انا لا اهمل شيئا، يعني يجب ان لا اهمل شيء، ومتى ما دخل الاهمال الى جزء من حياه الطالب او ماده من حياه الطالب او وقت من أوقاته ربما تسرب هذا الإهمال شيئا فشيئا إلى أوسع. لا، علينا أن نزيل الإهمال ونهتم بكل شيء ونسير يعني وفق الخطط التي نضعها. الآن اللغة العربية مادة تراكمية، يعني نحن نقول هي مادة تراكمية لأنها لا تقتصر على تدريس في سنة واحدة، يجب أن يكون الطالب قد استثمر السنوات السابقة كلها حتى يستطيع الوصول إلى مستوى مطلوب منه في السنة هذه، مثلا الثالث الثانوي أو الإعدادي أيا يكن. ففي كل سنة تأتيه معلومات جديدة، إن كانت في القواعد أو إن كانت في قواعد النحو يعني أو الصرف، البلاغة، نصوص أدبية جديدة، طرائق جديدة في كتابة المواضيع، فعليه دائما استثمار كل حصيلته هذه والبناء عليها في سنوات لاحقة وتطوير أسلوبه وتطوير لغته وتطوير كل ما لديه من هذه الإمكانات اللغوية التي تفيده لاحقا. فنركز الآن، وهذه نصيحة لكل الطلاب الذين ليس لديهم امتحانات مثلا ثانوية أو تاسع، عليه أن لا يهمل أبدا في الصفوف الانتقالية هذه المادة، وربما تكون المواد اللغوية الأخرى يعني قريبة من هذا الشأن، لكن تبقى اللغة العربية هي الأهم، هي الأوسع بالتراكم المعرفي، فعليه أن يبقى دائما متمسك بكل الحصيلة التي يحصلها في هذه السنة ينقلها إلى السنة القادمة ويبني عليها، ينقلها إلى سنة أخرى ويبني عليها حتى لا يبقى لديه ثغرات. الآن إذا وصلنا إلى مثلا الثالث الثانوي وكان الإهمال أو النسيان أو حتى ربما يكون لم يتلقى المعرفة لسبب أو لآخر في هذه الصفوف بمادة اللغة العربية،
الآن سيكون العبء كبيرا عليه وسيكون الجهد المطلوب مضاعفا للتأسيس من فسيدرس الآن المنهاج الحالي وسيعيد دراسة كل ما سبقه من فيحتاج إلى وقت مضاعف ويحتاج إلى بذل جهد مضاعف وربما صرف مادي مضاعف وغير ذلك. هي أكثر شيء اللي عم يعانوا منه الأهالي، يعني اليوم معظم الطلاب معتمدين على المعاهد وعلى الدرس الخاص تمام. ولهيك أستاذ ذكرت نقطة أنه بعض الطلاب بيروحوا رفع عتب خلينا نقول تسجيل حضور بالمدرسة أنه في مين حامل مسؤوليتي بالمعهد مكان أو درس خاص بالبيت. تمام. هذه من أكبر المشكلات، لأنه الآن ذكرت فكرة تسرب الإهمال. فمن اعتاد عقله وفكره وذهنه على عدم المبالاة اللامبالاة في المدرسة سينتقل، سيقول هو لنفسه هذه الأمور سأدرسها في المعهد، هذه سأتي بالمدرس الخصوصي مثلا، لكن متى ما تطرق هذا الإهمال واللامبالاة إلى عقله سينقله من المدرسة إلى المعهد، سينفذ هذه ثم يأتيه المدرس الخصوصي وينتهي الدرس ويشعر أنه لم يحصل شيئا. لا، عليه أن يعطي لكل مكان حقه وأن يستثمر، قلنا الآن الوقت وقت الدراسة هو من أفضل الأوقات، أن يستثمر هذا الوقت ويحصل أكبر حصيلة ممكنة من المعرفة في هذه المواد في الدراسة في المدرسة أولا، ثم يأتي ربما يحتاج بعض الأحيان إلى معهد أو مثلا مدرس خصوصي في ثغرة هنا، شيء مثلا من الدعم هنا لا أكثر. فإذا نقل الاهتمام كله خارج المدرسة وقعنا في المطب الأول. طيب صح. أستاذ خلينا نكون واقعيين، اليوم ممكن مو بس أهمال الطالب لدراسته هو الشيء الوحيد اللي رح يأثر على تحصيله الدراسي، لا اليوم يمكن في ظروف صعبة بتمر على الأهالي، هنا مو قادرين اليوم يسجلوا أطفالهم أو طلابهم اليوم بمعاهد بدورات تمام. تدريسية، فبتلاقي أثر هيدا الشيء على دراسته، بنفس الوقت ممكن يكون في مشاكل نفسية عم يتعرض هيدا الطفل لمشاكل بحياته، كل هذا الشيء قد ايه ممكن اليوم يأثر على الطالب على دراسته، قد ايه هو بحاجة اليوم لدعم إن كان من الاختصاصي التربوي أو نفسي صحيح. وحضرتك يعني اختصاصي تربوي، خبرنا تفاصيل أكثر. يعني هذا الكلام واقعي كما قلت 100%، ولا ينكر أحد مثلا الظروف الصعبة التي مر بها كثير من طلابنا ويمر بها أيضا الكثير الآن، إن كانت الظروف لها صلة بالواقع العام، إن كانت الظروف ما مررنا به من كوارث طبيعية، من أمراض، من هذا الضغط، والكثير من الأسر الآن تعاني ما ذكرت، هذا يلزمنا بالاهتمام بالانضباط بالمدرسة أكثر فأكثر قدر المستطاع. يعني نحن ملزمون أعطاء المدرسة حقها من الدوام، من الفعالية مع المدرسين أيا يكن. يعني بعض الطلاب يشكو من المدرسة الحكومية بفقر مثلا الهيئة التدريسية أو هناك بعض الثغرات أو الضعف، نحن نقول عليك أن يعني تبذل أكبر جهد ممكن لكي تحصل أكبر قدر ممكن من المعرفة، ولا نبقى نلقي باللائمة على غيرنا مثلا أو نعلق هذه المقعد مكسور مثلا المقعد مكسور، اليوم تغيب المدرس الفلاني، اليوم حدثت مشاجرة، اليوم أنا أحاول الابتعاد عن كل هذه الشماعات التي لا تفيدني في النهاية مستقبلي بين يدي. ودور الأهل طبعا أو أثر الأهل ضروري جدا وواجب جدا أن يعني يبقوا على اتصال تام مع مدرسة الأبناء أيا كانت، وأن يزوروا المدرسة. نحن مثلا في المدارس لدينا يومان لاستقبال أولياء الأمور، فلا نلمح كثيرا مثلا هذه الظاهرة مفعلة، وهذا تقصير هنا من الأولياء تماما. المدرسة على استعداد على استقبال الأولياء يومين في الأسبوع، وعلى الأولياء أن يراقبوا أبنائهم، يأتوا ليسألوا عن مستوياتهم، يأتوا ليطلعوا على نتائجهم الحقيقية. أحيانا الطالب يخادع الأهل ويوصل لهم صورة مثلا جميلة عنه، ولكن كلنا مررنا بهي التجربة أستاذ. يعني إذا كان الأهل موجودين في حياة الطالب العلمية في المدرسة وفي البيت، لكن بشرط ألا يكونوا كالكابوس على الأبناء. يعني بعض الأهل أو الأولياء الأمور يزداد معهم هذا الأمر لكي
يصبحوا ضاغطين على الابن، يعني يكره ربما الدراسة أو لهيك يمكن بلاقي مثل ما قلت حجاج تماما ليهرب أو موضوع الكذب بالنهاية. نحن الآن نريد الـ 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 الأهل يكونوا بموقع المشجع لكي يصل الطالب إلى العمل التلقائي من ذات نفسه يعني. إن شاء الله. أما متى ما كان هناك الضغط والمراقبة الحثيثة وربما التعنيف أحيانا فهذا لا يجدي نفع. أكيد. بالختام كنت معنا الاختصاصي التربوي الأستاذ إبراهيم الحسين مدرس لمادة اللغة العربية، شكرا لك وأكيد بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا. شكرا لكم ووفقكم الله ووفق الله جميع الطلاب بإذن آمين الله. شكرا أستاذ لحضورك اليوم ويعطيكم ألف عافية اليوم، أنتم دائما يعني التعب عم يكون الأكبر عليكم يعني. إن شاء الله. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، ولكن خلونا نروح ضمن تقرير حلقتنا ونروح فيه لطرطوس. وبرعاية وزارة الثقافة وبحضور جماهيري كبير أقيم على خشبة المسرح القومي في طرطوس عرض مسرحي بعنوان السينثول، وهو من تأليف وإخراج رامي الخطيب، وكان بمشاركة مجموعة من الشبان الموهوبين. حنكون بباقي التفاصيل ضمن التقرير التالي. أقيم على خشبة المسرح القومي في طرطوس عرض مسرحي بعنوان السينثول من تأليف وإخراج رامي خطيب وبمشاركة مجموعة من الشباب الموهوبين. عمل كتير مهم لأنه بيحمل فكرة معينة عن بعض الشباب الرياضيين أو غير رياضيين بيحبوا ياخدوا مواد معينة، بروتينات أو سنسول أو إلى آخره. هاي المواد مؤذية للجسم. هلأ بجزء أو بالتأكيد هو هذا العمل كتير مهم بتوعية الشباب لهذا الموضوع، وكتير مهم أنه المسرح مثلا يتبنى هيك عمل. حاولنا اليوم هيك من خلال هاي العرض يعني أنه نروح هيك على يعني قلب الجمهور أو عقلهم يعني، وهي بغض النظر عن أنها هي كتوعية برجع بقول لك أي مكان كويس لازم كتير نفكر إذا بندخل على شيء سيء يعني، خاصة إذا بنعرف نتائجه يعني. السينثول عرض مسرحي توعوي حول أضرار تناول الرياضيين لمادة السينثول ومدى الضرر الذي يلحق بالجسم نتيجة تناول هذه المادة الضارة. حبيت فكرة العرض لأنه كتير جديدة وظريفة، يعني فيها توعية كتير توعوية الفكرة، وكتير انشغلت بأسلوب حلو وضلينا محافظين على أسلوب المسرح وعلى صروته. عمل رائع وهادف جدا يعني، الأعمال القليلة بنفس الوقت بيحتوي على نوع من الكوميديا والسخرية، وصل الفكرة بشكل حلو وسلس وبسيط للعالم. كانت الفكرة الأساسية اللي بنوا عليها فكرة المسرح كانت رائعة جدا بالنسبة لموضوع الهرمونات أو المواد اللي عم ياخدوها للعضلات أنه يوظفوها بهذه الطريقة، فعن جد كانت فكرة حلوة ومميزة كتير. يعتبر المسرح من الأدوات الأساسية لنشر التوعية بطرق هادفة، استخدمه القائمون على العمل بطريقة كوميدية لبث رسائل التحذير للشباب الرياضي بضرورة الابتعاد عن تناول كل ما هو ضار بأجسادهم. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. أما هلأ هادي وبنهاية صباحنا لليوم رح نروح لنضوي كالعادة على المشاريع الصغيرة اللي دائما نحن ضمن صباحنا منشجع عليها ومنضوي عليها كرمال الناس تتشجع، وخاصة ضمن الظروف الاقتصادية اللي عم نعيشها حاليا نحن بحاجة لعمل تاني. في ناس كتير ما بتملك الوظيفة، يمكن يكون عندها موهبة ما أنا قدراني تكتشفها أو ما أنا قدراني أنه تشتغل عليها بمكان معين. اليوم بالسنوات الأخيرة شهدنا ولادة مشاريع صغيرة ومتوسطة كانت جدا مهمة على الصعيد الاقتصادي وبمواد جدا بسيطة، مثل ضيفتنا لليوم اللي بلشت مشروع بمواد جدا بسيطة وقدرت شوي شوي أنها هيك تطور من هذا المشروع، وأكيد للحلم بقية يا هايدي. أكيد يا رشا، يمكن هالمشاريع بحاجة كتير اليوم لدعم كبير كرمال تنعرف أكثر، وعم نحكي عن مشروع الهاند ميد الإكسسوارات أكيد يلي بتزين أطلالاتنا ولكن
كمان اليوم مع ضيفتنا لجانب هي الاكسسوارات عم تشتغل نمط خارجي، ان كانت اكسسوارات للشعر او حتى كمان تفاصيل كثيره ممكن نستخدمها ببيوتنا. اكيد رح نعرف اكثر عن مشروع ضيفتنا، تفاصيل كثير مهمه حتخبرنا عنهم. ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو السيده هلا المصطي. يسعد صباحك. ست هلا، اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه خبرتيني ما الك زمان بهذا المشروع، 5 شهور بلشنا بهذا المشروع، نحكي عن هذا الشغف الجميل والفكرة يعني بشكل عام. يعني هلا بداية أنا بدرس بالمراكز التربوية والفنون التشكيلية، فكنا نحن بنعتمد نبدأ إعادة تدوير بإضافة تدريس الرسم والنحت والخطوط والخط العربي يعني الموسيقى، فبنعمل إعادة تدوير. فأنا كنت حاول دائما استفيد من الإكسسوارات الموجودة بالألبسة لما تتلف أو بالحقائب، بإكسسوار لما ينتزع مثلا حاول استفيد من الخرس تبعه أعمل له إعادة تدوير. فبلشت لفت نظري موضوع الشجر بأسلاك التربيط، إنه كيف نسقهم مع بعضهم، أعمل مثل التطبيق يعني نسقهم مع بعضهم بطريقة إنه يعني بينك شجرة حلوة. بالخرز هذا أخذته من بلوزة، كان عملت له إعادة تدوير وصنعته كشجرة، وهون بالخرز اللولي هلا هون تقدري مثلا انا عملته اصغر هيك مشان يعني نلونه او حطه بقلب الكاسه. تلوني هات تلوني مثلا او اتركه هيك او حطه بقلب الكاسه. يعني كثير حلو يمكن هي التفاصيل اليوم لما بتكون موجوده اليوم كزينه. اذا بدنا نحكي دائما لما بنستضيف اشخاص عندهم مشاريع هاند ميد بيقولوا لك انه انا مثلا تعلمت هي المهنه من حدا عندي من العائله، او ممكن انا تعلمت من اليوتيوب وبلشت بهذا المشروع. اليوم مشروعك كيف بلشتي تتعلمي اصول هي المهنه؟ بعدين حبيت انه كمل بموضوع الاكسسوارات، بلشت اعمل اكسسوارات انه مثلا كل لازم لي اكسسوار ما لقيت مثلا بالسوق لون يناسبني، فحبيت انا انزل وتسوق مثلا الخرز اللي بحبه وطبقه وشكله بطريقه حلوه كثير استفيد منها. وصرت كمان تابع مثل ما قلتي حضرتك انه على موضوع الميديا وشوف افكار جديده وطورها. وهو كمان موضوع الخرز او الحجر، ممكن كمان صرت احاول ادخل حجر، هو لحالنا شكل الحجره او الخرز هو بيدلنا كيف ممكن مثلا نحوله ونشكله بتشكيل حلو يتناسب معنا ويتناسب مع ثيابنا او مناسبه. وشوي شوي صارت تخطر على بالي افكار جديده حولها مثلا افكر فيها وحولها واستفيد منها. هي القصه هي بدها حدا ذويق يعني يقدر يلعب بهدول التفاصيل جدا بسيطه، حتى من مواد نحن موجوده عندنا بالبيت يعني ممكن نستفيد منها ونتسوق. اليوم عم نشوف انه نوع ثاني للشجر، خلينا نشوفها هيدي. طبعا هي الشجره اللي على الطاوله هي لوجو على طول موجوده يعني اساسيه. حلو اللون الازرق يعني دائما مريح للعين، بيعطي طاقه حلوه، والذهبي كمان حلو. انا هون لبقت مثل ما قلتي حضرتك اللولو الابيض القصيص الازرق مع بحطوا فيه مثل زرع الصبار، فحبيت استفدت منه انا نسقته مع الخرز اللولو طلع حلو. هناك اللون الذهبي مع كريستال هيك قريب زجاج هذا شفاف، هو الذهبي ما بيعطي كريستال على فكره يعني انا ما بحبه غير مع كريستال يكون يعني بتحسيه بيعطي تقل، بيعطي تقل اكثر الذهبي. تمام. يعني احنا بنحاول دائما نحط شخصيتنا الالوان المتناسبه ونحولها لموضوع بنقدر نستفيد منه وتناسق ومتناسب، ودائما بنحاول ندور على الافكار والافكار الجديده اللي ممكن تصير دائما. السوق بتحسي بده هيك حركه على طول، فكره جديده تطلع يعني. دائما شغلات جديده. تمام. كمان كنت عم نحكي عن شيء بخصوص الشعر، هدول الاساس كيف كمان الادوات اللي بتستخدميها اليوم كرمال تستفيد منها الصبيه. هلا اخر فكره هيك حبيت بعد ما عملت اكسسوار مثلا سلاسل واساور وحلا، حبيت انه مثلا بلش هلا الاكسسوار تبعت له مشان المناسبات بتنحط هيك. بتحبي مثلا تحطيها بالنص او على جنب او تثبتيها على قوس بتصير مثل تاج حسب رغبه كل شخص. انا حابه كمان اكمل بهالموضوع اللي بلشته كتجربه اولى، اساوي كمان تيجان وللمناسبات تطلع فكره حلوه كثير. بلشت كفكره اولى هون هيك مشان يعني المناسبات. لا صدى كبير اليوم. لا هي حلوه كثير ومميزه، وبتحطي مثلا ممكن الالوان اللي بتبقى مع فساتين السهر او فستان العروس. هلا هي كثير مطلوبه هي القصه هيدي يعني كل الصبايا كمان بتحسي بيطبقوا يعني اكسسوار شعر مع موديل فستان او مع الاستراس الموجود على الفستان. فمثل ما قالت المدام انه كثير مهم اليوم مواكبه الموضه او الالوان المطلوبه. عم نشوف كمان ايضا اكسسوار هذا اللون يعني عشق كل الصبايا يعني في ناس كثير بتحبه. يعني شو المواد المستخدمه يضم فيروزي؟ هلا هون اكسسوار طبقته انا مثل لون الحجر هذا حجر لونه فيروزي،
فهو لون البحر ومشتقات البحر هيك وبيئتنا وطبيعتنا الحلوة بسوريا، فحبيت أطبق معه هون صدفة بتلبق له كتير وسلسال، فحبيت يعني جمعت الفكرة مع بعضها وطلع معي هالشكل. حتى كمان في حصة للخواتم وحصة كمان للحلوة، كمان خبرينا عنهم أكثر وقديه هنون مرغوبين اليوم من الصبايا. هلا كثير صبايا عم يحبوا هالاشكال هي، فكل في اشكال متنوعه انه حسب واحد شو لابس، حسب شو حابب، الخرز اللي بيحبه، فحبيت اطبق من لولو انه مناسب مع الطقطق اللولو هون، طبق الخاتم وهي والحلق خاتم كمان الحلق حملته على شكل زهره حتى يمكن هي والخاتم اللي بيتركش لحيه وفي مثلا انه بتناسب مثل تعمل طقم مع بعضه او سلسال لحاله او اسواره. طيب خلينا نحكي اليوم عن المواد اللي عم تستخدميها، هل عم تكون كلفتها كثير عاليه كرمال انت تسوقي للقطعه بسعر يعني خلينا نقول انه مناسب للوضع، مناسب لدخل الناس اليوم؟ يعني بتحسي انه انت اليوم عم ما فيها الربح الكثير، او المواد اللي عم تستخدميها ما لها التكلفه الغاليه لهيك عم تقدري تسوقي بشكل صح؟ هلا انا عم حاول قدر الامكان تكون المواد مو مكلفه كثير. هلا عندك الخرز اسعاره ارخص شوي من الحجر، الحجر اغلى، فهلا الاساوي اغلبيتها بتعمل خرز، وبدنا نستعمل اول شيء السلك، بالنسبه للشجر اسلاك تربيط، هدول ستانلس بيكون شو ما يغير لونهم، نختار السلك ستانلس. بالنسبه للاكسسوار الخيط بلاستيك هو بيكون بس متين اسمه خيط كريستال، في نوع الخيط بيكون بطاط، هذا بيناسب الاكسسوارات تبع الصبايا الصغار، فهذا الخيط ما بيمط بس فيه متانه اكثر، ومركب له قفل فبكون فيه هيك مثل بيقولوا رقيق اكثر يعني واحلى مناسب للاكسسوار. والخرز الخرز اسعاره معقوله يعني ممكن انت تنقي يعني التكلفه خلينا نقول مناسبه للسعر، مناسبه للاوضاع الاقتصاديه كثير يعني، يعني مثلا لا ممكن اي واحد يبلش يقدر يشتري ويعمل موضوع مثلا يبلش كفكره صغيره ويطورها بعدين. طيب خلينا نحكي عن نقطة تانية، اليوم نعرف انه لكل مناسبة في لها اكسسوارات معينة، كل صبية بناسبة نوع من الاكسسوارات، ولكل فصل ايضا اليوم عنا اكسسوارات والوان بتناسبه. بالصيف كنا نحكي عن الوان الفوشي، الالوان الفاقعة اكثر، اما هلا نحن دخلنا بالشتوية اكثر، شو الالوان اليوم الاكسسوارات اللي عم تكون مطلوبة ودارجة؟ هلا مبدئيا اللون الابيض دائما دارج صيف شتاء لانه هو لون حيادي، هو اللون الاسود دائما مطلوبين ومرغوبين. هلا بالشتاء بتجي الالوان داكنه مثل عندك الخشب الاسود، بالصيف الالوان هي الفاتحه اكثر الازرق، وحتى كمان احنا ممكن بالشتاء اذا حابين مثلا اذا دخلنا معه لون ذهبي بيزبط معك، يعني ممكن تحطيه كاكسسوار اذا بلوستيك او فستانك فيه لون ذهبي ممكن نحط فيه حتى اللون الازرق، او فيه لون يتناسب معه بني بيزبط مع اللون الازرق. يعني بيرجع اولا للفصل وثانيا للالوان كمان. هذا لابق لك نستي حلو كثير لون بني حلو، فانه هيك مناسب، هذا بصير صيفي وبصير شتوي. يعني بشكل عام انه الابيض الاسود دائما ماشي بكل الفصول، بترجع يعني. الاساس الثاني كمان انه ثيابك، الوان الثياب الالوان بتحبيها، وثانيا في الوان هيك صيفيه اكثر بيبقى هيك الوان فاقعه الفاتحه اكثر. طيب خلينا نحكي عن موضوع التسويق اليوم، كيف عم تسوقي لهي المنتجات، او هل كان عندك مشاركات ضمن معارض بازارات عرضتي منتجاتك، شفتي الاطراف الاخرى شو عم تشتغل، تفرجوا على شغلك، قد ايه بتعطي يعني فرص حلوه المعارض؟ اكيد هلا في عنا نحن بالمركز دائما بنعمل معارض، فكنت انا شارك بمعارض وبازارات بموضوع الرسم مبدئيا صار لي 5 أشهر تقريبا ببلش بالاكسسوارات والشجر، فحابه هلا انه اشارك ببازارات قادمه ان شاء الله الاكسسوار مشان اسوق والعالم تاخذ فكره عن الشغل، وسوق عن طريق كمان الميديا مثلا، حاول انه انزل اعمل صفحه خاصه مشان ان شاء الله باذن الله. طيب بالختام خلينا نعطي نصيحه لكل صبيه او لكل سيده حابه انه تبلش اليوم بمشروع، تحديدا مشروع الاكسسوارات، شو ممكن تنصحيها كرمال تنجح بهذا المجال؟ لانه اليوم بتلاحظي سيده هلا في كثير مشاريع هاند ميد، كثير مشاريع الاكسسوارات، كيف قادره الصبيه اليوم تتميز بهذا المجال؟ اكيد بنصح كل اي شخص او اي صبيه انه يتابع بشغفه، ولازم يكون شيء بيحبه، لانه اذا ما شيء بتحبيه اكيد ما حتقدري تكملي، ممكن عند اول مشكله بتواجهك انه تستسلمي او ما تكملي، فبنصح دائما انه يساووا بعد اوقات فراغهم يستغلوا كل فتره يعملوا قطعه، يعني بكل يوم او باوقات العطال يعملوا قطعه ويجمعوها وبعدين يحاولوا انه يسوقوها او يشاركوا فيهم بمعارض.
أكيد بالختام نتمنى لك النجاح بهذا المشروع الجميل وهيك الاستمرارية، ونشوفك هيك عم تنجي قطع اليوم هيك طالما السوق عم يطلب هاي المنتجات، فالمواكبة جدا مهمة. شكرا لك ومبروك هذا المشروع الجميل. شكرا كثير لكم. شكرا لك، وأكيد بالتوفيق والنجاح بمشروعك. أهلا وسهلا. نحن مكملين هايدي وحنكمل بضمن تقاريرنا لليوم بمحافظة طرطوس. اليوم داعمين أهلنا بطرطوس أكيد لنا حصة كبيرة اليوم، وبرعاية وزير الأوقاف أقامت مديرية الأوقاف طرطوس وبالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ورشة عمل لكوادر دار الأمان لأبناء الشهداء والمدارس الشرعية حول دور الذكاء الصناعي في خلق جيل جديد من المبرمجين. حنكون بتفاصيل أكثر والتقرير التالي. أقامت مديرية أوقاف طرطوس بالتعاون مع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ورشة عمل لكوادر دار الأمان لأبناء الشهداء والمدارس الشرعية حول دور الذكاء الصناعي في خلق جيل جديد من المبرمجين. الذكاء الاصطناعي والتطور العلمي هو أمر هام جدا، ليس على صعيد فقط مؤسسات معينة لتحليل البيانات أو غير ذلك، وإنما أيضا لأخلاقيات استخدام هذه البرمجيات أو هذه التكنولوجيا الحديثة، إضافة لأن لغة العصر الآن أصبحت هكذا، فنحن لا نستطيع أن نعيش خارج العصر. والمؤسسة الدينية في سوريا تعمل بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد الذي جعل هذه المؤسسة الدينية هي رائدة في كل الطروحات وفي عملها وفي إنجازاتها، فكان لابد لهذه المؤسسة من أن تقوم بهذه الخطوة. اليوم حدث هام جدا، هو مثال يحتذى لجميع المديريات باستخدام أحدث وأبرز التقنيات الجديدة بعملية لا سيما بمجال تحليل البيانات ووصولا إلى تحويلها إلى معلومات لدعم القرار وصولا إلى صنع القرار وإخراجه بأفضل شكل ممكن لتحقيق الأهداف المرجوية. الورشة تضمنت محاور عدة حول مفهوم وأهمية الذكاء الاصطناعي والسلبيات والإيجابيات بشكل عام. زيادة مهارة كانوا ككوادر إدارية أو ككوادر يعني طلابية عنا، نرفع من هالمجال عندهم، لأنه بدنا نحادث يعني نمشي نحن مع هذا العصر بكل شيء جديد، لأنه إذا ما مشينا رح نوقف. هذه الورشة ممكن نتعرف الكوادر على أهمية التكنولوجيا، أهمية الروبوت، أهمية استعماله، إنه هو بيفيد بالتعليم، بيفيد بعدة مجالات، بيعرفنا كيف فينا نعمل روبوت لنتفادى المخاطر، كيف فيه يساعدنا بأمور تعليمية. ورشة اليوم تتحدث عن الذكاء الاصطناعي، شو ممكن نحن نستخدمه، شو فوائده وسلبياته، وكيف بيتم هذا الذكاء الاصطناعي، كيف كان وكيف تطور. تقام الورشة بهدف تعريف المتدربين بمفاهيم الذكاء الاصطناعي والتحديات الاجتماعية والأخلاقية المرتبطة به وتطوير المهارات التقنية اللازمة لتحسين آليات العمل من خلاله. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس. وصلنا معكم مشاهدينا لعالم الثقافة والأدب، وختامها مسك أكيد مع المواهب الشبابية يلي عم تحاول رغم كل الظروف أنه تأثبت حالها وتترك بصمة كتير حلوة وتحديدا بالمجال الأدبي. اليوم ضيفتنا بلشت بهذا المجال من عمر صغير وظلت مستمرة، كتبت العديد من النصوص وشاركت بالعديد من المعارض والأمسيات، وأكيد يا رشا لجانب الأدب كان في حصة للرسم. أكيد هايدي اليوم دائما نحن ضمن صباحاتنا مثل ما قلنا، مثل ما بندعم المشاريع المتوسطة والصغيرة أكيد بنحاول دعم المواهب الشبابية. اليوم دور الإعلام الإضاءة على هي الموهبة ودعمها لتكون ضمن الأضواء. اليوم ضيفتنا هيك شابة عندها شغف بالكتابة، عندها شغف بالرسم، حنتعرف عليها وعلى مجال شغفها، كيف عم تقدر تطور حالها وشو أهم النصوص اللي اشتغلت عليها. وضيفتنا لليوم هي نور الله صالح. اهلا وسهلا ست نور وسعد صباحك. صباح الخير نور، اهلا وسهلا فيك. خلينا هيك بدايه نعرف المشاهدين عنك اكثر وعن بداياتك بالمجال الادبي وشو بتخبرين. اسمي نور الله صالح، انا حاصله على الدبلوم معالجه فيزيائيه، عمري 22 سنه. بدات الكتابه في عمر صغير جدا. ايوه، اي عمر؟ تقريبا 14 سنه. حلو.
أثرت في جملة الفنانة نويلا حينما قالت الفن هو وسيلة للهروب دون مغادرة المنزل، فأنا دائما اعتبرت الفن هو تذكرة هروب لأي مكان أنا حابة أروح عليه، أي مكان سواء هروب من مشاعرك مثلا، هروب من ظروف، ممكن ظروف، ممكن واقع، ممكن مشاكل سواء بالبيت أو بالمجتمع أو من أي مكان، يعني حتى هروب من ذاتي أنا. نعم. سواء بالرسم أو الكتابة. تمام. اليوم يمكن في كتير مواهب بتساهم بشكل كتير كبير أنه تطور من شخصية الإنسان، إن كان من قدراته الذهنية أو الجسدية. لأي درجة اليوم بتلاقي الكتابة والمجال الأدبي قادر اليوم يأثر على شخصيتك؟ هلأ طبعاً الكلمة لها دور كبير بالمجتمع، الكلمة قادرة تؤثر بشكل كبير على الأفراد. ككاتبة أنا ما بقدر أقول أنه لسه يعني هلأ أعمالي الأدبية في طور الحداثة، بقدر أقول أنه ممكن الكلمة تأثر على الإنسان، ممكن تأثر على مجتمع، ممكن تأثر على حدا بيحتاج هي الكلمة، بيحتاج أنه يسمعه. طيب قلتي خبرتيني أنه معك نص، أي فينا نقرأ منه شيء؟ ما شو كاتبتي يعني، شو كانت الحالة اللي حبيتي تكتبي فيها، أو يعني شو كنتي مركزة ضمن هذا النص؟ هلأ هي خاطرة، عبارة عن خاطرة قصيرة إلها معنى عميق. بتمثل شيء جزئية منك؟ طبعا هلأ أنا كل كتاباتي تمثلني، خاصة الخواطر دائما يعني الإنسان وقت يمسك القلم وبيكتب بيكون عم يكتب عن شيء جواته، عم يفرغه على الورقة يعني. هلأ طبعا الكتابة هي تعبر عن الإنسان، تعبر عن الكاتب سواء من حالته أو مما عم يتأثر فيه من الواقع اللي عم يعيش فيه، أو حتى من القضايا الفلسطينية اللي هلأ عم يشوفها وعم يسمع فيها كمان. هلأ هاي الخاطرة، هاي الخاطرة عبارة عن حالة ذاتية يعني بعيدة شوي عن الأدب المقاومة. تفضلي. كان المستأجر لحوحا وجدران البيت تزداد بشروخها الطولية أكثر من العرضية. لم أغادر استسلاما لفكرة انهدام المنزل، بل كانت لدي قدرة الإصلاح، لكن الشمس لم تعد تشرق من النافذة. في خاطرة ثانية، تفضلي. لكل عادته السيئة، وأنا ألود إلى الوهم ليكون صفتي ريثما يسقط الموصوف بين إبرتين تخيطان عدمه، كخوف طفلة تهرب من عتمة أفكارها إلى عتمة الغرفة، إلى عتمة أسفل الغطاء، إلى عتمة التغميض، ولكل عتمة درجة أخف وطأة في التربيت على مخاوفي. تمام نور. سلامها تم نور. خلينا نحكي اليوم عن الشق الثاني من المواهب، يعني من ونحن بعدنا بموضوع الأدب، من الكتابة للرسم، يعني أيضا عندك شغف ومحبة بالرسم، يعني نحكي عن هاي الموهبة. مثل ما قلت لك أنه أنا بعتبر الفن رسالة. نعم. توصيل رسالة، والإنسان هو اللي لازم يوصل هي الرسالة سواء بالكتابة أو بالرسم. أنا انضميت لفريق رابطة أدباء شباب سوريا منذ سنتين تقريبا، والفريق قدم لي كتير فرص لحتى شارك بالمعرض، لحتى أظهر بشكل أكبر للناس، ولحتى واجه نفسي وواجه العالم أنا بأفكاري وبشخصيتي وبكلماتي. وين لقيتي حالك، بالرسم أو الكتابة؟ لا هلا أنا ملاقي حالي بالتنين، لأنه أنا بعتبر حلو الثقة. بعتبر الفن هو صوت، وكل إنسان عنده صوت بموهبة، بموهبة ما، يعني مثل الرسم إلى صوت، مثل الكتابة إلى صوت، وأنا بحب أتنوع بين الأصوات لحتى أوصل الرسالة. رسالة رابطتنا هي الحب والسلام، سواء السلام الذاتي أو السلام في الوطن العربي. تمام. شاركتي نور بفعاليات، بمعارض، بأمسيات، قد استفدتي منها اليوم؟ قد أعطتك اليوم خبرة ودعم أكبر إليك؟ هلأ بالنسبة لإلي الإنسان لما يكتب شغلة ويوقف على منبر يقول هاي الكلمة، يواجه العالم، يواجه العالم فيها، يواجه بأفكار العالم، مو شيء قليل، يعني هي بتضل مسؤولية وكمان قوة لإله. اليوم شو رسالتك؟ بسؤال أخير نور، شو رسالتك؟ يعني شو حابي توصلي بالنهاية؟ يعني لوين حابي تصلي اليوم بحلمك؟ خلينا نقول هلأ حلمي أنه وصل رسالة الحب والسلام لكافة الوطن العربي سواء بالرسم أو بالكتابة. تمام. إن شاء الله رسالتك بتوصل ليا نور، ونتمنى لك كل التوفيق ونجاح بخطواتك القادمة. أهلا وسهلا. شكرا لكم. إن شاء الله مثل ما قلت لك هيدي هيك هذا الحلم، هذا الحلم خلينا نقول عام اليوم للجميع، إن شاء الله من خلال الأدب، من خلال الثقافة، الإعلام، المقاومة، نحن قادرين نوصل لهي الرسالة. شكرا لحضرتك، ونتمنى لك كل التوفيق بمشوارك الأدبي والثقافي. شكرا.
نحن وصلنا لنهاية صباحنا هايدي. شكرا لك يا رشا. موافقة؟ اللي ايه بلا وصلنا بتلي ايه. شكرا لكم مشاهدينا لكل حدا رافقنا بصباحنا لليوم، للمعدة أكيد حلا سلمان ولكل الفريق الفني اللي رافقنا بالكنترول. إن شاء الله هدول هيك المطارات يكفوا معنا، نحن بحاجتهم كتير هلأ، وخاصة ضمن المناطق اللي عم يكون فيها الحرائق. بدنا نقول بردا وسلاما لجميع المناطق السورية، شكرا للدفاع الوطني، شكرا للدفاع المدني، وشكرا لفرق الإطفاء وأيضا للجيش العربي السوري اللي عم بيساهم بإطفاء المناطق المشتعلة. بردا وسلاما لسوريا الحبيب، يكونوا بخير، باي باي. أكيد بردا وسلاما، والله يحمي جبالنا يا رشا. وأكيد مشاهدينا موعدنا بجدد معكم بكرة بنفس توقيت، ضيوف جدد وفقرات جديدة. من هلا لبكرة تبقوا بألف خير وصحة، باي باي.